السلام عليكم شباب قناه مصر وطن عربي، معاكم احمد السرنكاوي. النهارده في حالتنا حارت عليكم مجموعه تمارين هتساعدكم على تكبير منطقه الارتاب. قبل اي حاجه، زي ما احنا متعودين دايما، ما تنسوش انكم تعملوا لايك وسبسكرايب وشير للقناه وشير الفيديو لو عجبكم عشان خيركم استفيد. يلا بينا نبدا الفيديو. تكبير منطقه الارتاب تعتبر من اولويات كل البنات، لان الارتاب الكبيره تعتبر رمز من رموز الانوثه لكل بنت، وعشان كده دايما بلاقي اكتريه البنات بيبحثوا عن التمارين المناسبه اللي هتساعدهم على تكبير منطقه الارتاب، سواء بقى في الشم او في البيت او في اي مكان يراضي. بس انا بقول لكم اطمنوا خالص من ناحيه كل حاجه، لان في مجموعه تمارين انا هعرضها عليكم زي ما قلت لكم في بدايه الفيديو، والهدف من التمارين دي انها تساعدكم على تكبير منطقه الارتاب في وقت قصير جدا. وانا بوعدكم وبتمنى لكم ان انتم بعد 15 يوم بالظبط هتبتدوا تلاقوا تغير ملحوظ بشكل كبير جدا في منطقه الارتاب، وهتحسوا كمان انها بدات تكبر او حجمها بدا يزيد مع الوقت. بس من قبل ما نشوف التمارين دي مع بعض، في شويه اكلات انا حابب ان اعرضها عليكم، والهدف من الاكلات دي انها تساعدكم على تكبير وتضخيم منطقه الارتاب بجانب التمارين اللي انا هعرضها عليكم. دلوقتي هنعرف مع بعض ايه هم الاكلات دي، يلا بينا. ودلوقتي زي ما انتم شايفين، عايز اقول لكم ان التلات اكلات اللي انا هعرضها عليكم هدفها انها تساعد وتساهم في تضخيم وتكبير منطقه الارتاب بجانب التمارين اللي انا هعرضها عليكم. والاكلات دي بتحتوي على دهون صحيه والياف غذائيه واحماض امينيه، والتلات حاجات دول بيساعدوا وبيساهموا على ان هم فعلا بيكبروا منطقه الارتاب. وكل الحاجات دي عن تجربه تبع ناس اعرفها عملوا النظام اللي انا هعرضها عليكم. كمان اهتموا بالاكلات اللي انا قلتها عليهم، والاكلات دي انصحهم ان انتم تهتموا بيها كويس جدا جدا على مدار اليوم. وزي ما قلت لكم، انا بوعدكم وبتمنى لكم ان انتم بعد اول 15 يوم بالظبط هتبتدوا تلاقوا تغير ملحوظ بشكل كبير جدا في منطقه الارتاب. اول حاجه الشبيب، انا دايما بنصح كل البنات اللي هم بيهتموا بمنطقه الارتاب، وخصوصا اللي عايزين يكبروا منطقه الارتاب في وقت قصير جدا، ان هم يهتموا باكل الشبيب مش اقل من 150 جرام يوميا. طب انتوا دلوقتي ممكن تحسوا ان ال 150 جرام هيبقوا تقال عليكم ومش هتقدروا انكم تاكلوهم مره واحده، فانا بقول لكم مفيش مشكله خالص، فانتوا تقدروا تقسموا ال 150 جرام دول على مدار اليوم، يعني 50 جرام على الفطار، و50 جرام على الغدا، و50 جرام على العشاء. تاني حاجة السمسم، أنا أنصح كل البنات إن هم يهتموا بأكل السمسم كويس جدا، مش أقل من 3 مرات يوميا، مرة على الفطار، مرة على الغدا، مرة على العشاء، ولكن المعلقة تكون كبيرة، وكمية السمسم على المعلقة تكون بشكل فلات أو بشكل مستوي، ما يبقاش على شكل هرمي، لأن يعني كتر السمسم أو كمية أكل السمسم أو ان انتوا لو كترتوا من اكل السمسم ده بيعمل على سياده الوزن بشكل مبالغ فيه جدا، ومش هيركز فقط على منطقه الارتاب، لا كمان هيركز على الجسم كله، واحنا طبعا كل هدفنا ان احنا نركز على منطقه الارتاب فقط. فانصحكم تاني مره ان انتوا تهتموا باكل السمسم 3 مرات يوميه على الفطار وعلى الغدا وعلى العشاء، والمعلقه تفضل تبقى كبيره، ولكن كميه السمسم تبقى على شبه فلات او ممسوحه كده على المعلقه نفسها. تالت حاجة الموز، أنصحكم إن أنتوا تهتموا بأكل الموز 3 مرات يوميا بعد كل وجبة بنص ساعة. وبعد ما عرفنا مع بعض التلات أكلات اللي بيكون هم الأساس أو اللي بيساعدوا وبيساهموا في تكبير منطقة الأرتاب بجانب التمارين اللي أنا هعرضها عليكم، دلوقتي هنعرف مع بعض إيه هي التمارين دي، يلا بينا. ودلوقتي زي ما انتم شايفين، من قبل ما اعرض عليكم التمرين الاول وبقيه التمارين، عايز اقول لكم ان كل التمارين اللي انا هعرضها عليكم هدفها فقط انها تكبر او تضخم منطقه الارتاب اللي كل البنات بتحلم بيها. وزي ما قلت لكم، انا بوعدكم وبتمنى لكم ان انتم بعد اول 15 يوم بالظبط هتبتدوا تلاقوا تغير ملحوظ بشكل كبير جدا جدا في منطقه الارتاب. والاهم من التمارين ان انتم تهتموا بالتلات اكلات اللي انا قلتها او اللي انا عرضتها عليكم، لان الاكلات بتشكل او بتكون مثلا هي الاساس او العامل الرئيسي بنسبه 70% في تكبير وتضخيم منطقه الارتاب، وال 30% التانيين بيكون عن طريق التمارين. ومش معنى اللي انا قلت ان الاكلات 70% والتمارين 30% نبقى نهمل التمارين خالص ونهتم بالاكلات اللي انا عرضتها عليكم، لا ما ينفعش خالص، لان ما ينفعش ان انتم تمشوا على التمارين دي من غير ما تعملوا او تمشوا على الاكلات اللي انا عرضتها عليكم، لان الاثنين بيكملوا بعض. تمام. دلوقتي في حاجه ثانيه مهمه برضو، وهي ممكن تبقى مشكله بالنسبه للبنات، بس بالنسبه لي انا ما تعتبرش مشكله خالص، لو كل مشكله ليها حل. والمشكله اللي ممكن تقابل البنات هي انهم ممكن ما يبقاش عندهم التامبل او الحديد اللي انا ماسكه في ايدي ده، بسبب مثلا ان في اغلب البنات ما بيبقاش عندهم وقت كافي ان هم يروحوا جيم او صاله رياضيه او اي مكان رياضي، بسبب شغلهم او دراستهم او اي حاجه تانيه بتشغلهم في حياتهم اليوميه. فانا عايز اقول لكم ان انتوا تقدروا تعوضوا التامبل او الحديد اللي انتوا شفتوه في ايدي من شويه بإزازتين ميه يكون وزنهم لتر او 2 لتر،
او 3 لتر او 4 لتر او 5 لتر، يعني اي وزن متاح عندكم، وتحاول على قد ما تقدروا ان الوزن اللي انتوا هتلعبوا بيه مع التمارين اللي انا حاططها عليكم يكون تقيل شويه، لان التخامه ما بتجيش الا عن طريق الاوسان التقيله. وتستنوا الميه طول تقدروا تلعبوها مثلا ويكون جواها ميه او رمل، بس انا بفضل ان يبقى جواها رمل. طب ليش معنى رمل؟ لان الرمل بيكون قريب شويه من الطنابل او الحديد اللي بيبقى موجود في الشم او في الصالات الرياضيه. فانتوا لو ما عندكمش رمل تحاولوا بس على قد ما تقدروا تتعبوا نفسكم شويه، وتحاولوا تخلي السستين الميه اللي احنا هنلعب بيهم يكونوا جواهم رمل ما يبقاش ميه. برضو عايز اقول لكم على حاجه، ان اللعب في البيت عمره ما هيجيب نتيجه زي الشم، بس احنا بنقول دايما انه التمرين او اللعب في البيت احسن من ما فيش. وكمان في حاجه ثانيه مهمه جدا، وهي انكم مثلا هتعملوا تمرينتين 3 ايام في الاسبوع لو انتوا كنتوا لسه مبتدئين، يبقى تعملوه يوم تمرين ويوم راحه، يوم تمرين ويوم راحه، يوم تمرين ويوم راحه، وهكذا لحتى ما جسمكم او لحتى ما منطقه الارتاب تبتدي شكلها يتغير، وتقدروا تعملوا تمرينتين بعد كده ممكن بعد شهر او شهرين حسب استجابه جسمكم للتمرينتين. هتعملوها 4 ايام في الاسبوع، يعني يومين تمرين ويوم راحه، يومين تمرين ويوم راحه. طيب دلوقتي انا ممكن الاقي فئه ثانيه من البنات كانوا واخدين على الرياضه، ولكن للاسف الظروف حكمت عليهم ان هم يبطلوا التمارين او يبطلوا اللعب عموما فتره طويله او فتره قصيره، وحبوا ان هم يرجعوا لتمارين تاني. فانصحكم ان انتوا تعملوا تمارين 4 ايام في الاسبوع زي ما قلت لكم، يومين تمرين ويوم راحه، يومين تمرين ويوم راحه، او تقدروا تعملوها كمان 6 ايام في الاسبوع، يعني 3 ايام تمرين ويوم راحه، 3 ايام تمرين ويوم راحه. فالتمرين الاول اللي انا حاطه عليكم ده هدفه ان هو يكبر منطقه الارداف، وكمان بيشمل منطقه العضله النائمه بنسبه 30 او 40%. والتمرين ده هنعمله مع بعض 5 مجموعات في 15 عده، يعني اول مجموعه من 1 لحد 15 وهنريح نص دقيقه، المجموعه الثانيه من 1 لحد 15 وهنريح نص دقيقه، والمجموعه الثالثه والرابعه والخامسه، وهكذا لحتى ما تخلصوا 5 مجموعات في 15 عده اللي انا طالبها منكم. تابعوني. زي ما انتم شايفين بعد ما عرضت عليكم تمرين الاول هعرض عليكم تمرين الثاني. التمرين الثاني ممكن يبقى صعب بالنسبه للبنات اللي هم المبتدئين، ولكن مع الوقت جسمكم هيتعود على التمرين ده، لان التمرين ده اهم من التمرين الاول، لانه بيعمل على احياء وتنشيط الدوره الدمويه في منطقه الارداف وفي منطقه العضله النائمه، يعني بيبرس منطقه العضله النائمه ومنطقه الارداف الاثنين بنفس الوقت. وطبعا بجانب الاكلات اللي انا عرضتها عليكم، فالتمرين انت بيعتمد فقط على التركيز اكتر من العدد والمجموعات نفسها، وتحاولوا على قد ما تقدروا ان انتوا في التمرين انت تلعبوا بوزن خفيف شويه او وزن معقول، لاني لا سمح الله يعني انتوا لو لعبتوا بوزن تقيل وفضلتوا عليه فتره طويله هيعمل اصابات او هيعمل التهابات في الحوض. تمام. فالتمرين انت هنعمله مع بعض عشان هو بيعتبر صعب شويه، 4 مجموعات في 10 عدات. تابعوني. بعد ما عرضت عليكم تمرين الاول والثاني هعرض عليكم تمرين الثالث. التمرين الثالث استهدافه نفس استهداف التمرين الثاني، يعني بيركز فقط على منطقه الارداف والعضله النائمه، وبيشمل برضه الفخات الخلفيه بنسبه 30 او 20%، وبيعمل على احياء وتنشيط الدوره الدمويه في منطقه الارداف والعضله النائمه. وهنعمل التمرين ده مع بعض 4 مجموعات في 12 عده. تابعوني. الاول وثاني وثالث هعرض عليكم تمرين الرابع. التمرين الرابع بيستهدف فقط منطقه الارداف، يعني ملوش علاقه خالص لا بالعضله النائمه ولا بالعضله الخلفيه في منطقه الفخاد. والتمرين ده برضه بيعمل على احياء وتنشيط الدوره الدمويه في منطقه الارداف. والتمرين ده هنعمله مع بعض 5 مجموعات في 10 عدات. تابعوني. بعد ما عرضت عليكم تمرين الاول والثاني والثالث والرابع هعرض عليكم تمرين الخامس والاخير. والتمرين الخامس ده بيشبه التمرين الاول، ولكن في يعني
في تغيير بسيط في الحركة نفسها، والتمرين ده هنعمله مع بعض 5 مجموعات في 15 عدة. تابعوا. احنا خلصنا حلقتنا النهارده زي ما احنا متعودين دايما. اي حد عنده اي سؤال او اي استفسار يرجع لي في كومنت تحت وكتب عليه بقرا بعض، او تقدر تتواصل معايا على اي موقع من مواقع التواصل الاجتماعي، يوتيوب، فيسبوك، تويتر، انستغرام. ان شاء الله مش هتاخر عليكم. ما تنسوش انكم تعملوا لايك وسبسكرايب وشير للقناه وشير الفيديو لعقابكم عشان خيركم استفيد، وكمان ما تنسوش انكم تتفرجوا على كل الفيديوهات اللي فاتت عشان تستفيدوا منها. واتمنى انكم تتعاملوا وتتفاعلوا معايا عشان بفضلكم عطيه ربنا اوصل لحلمي. السلام عليكم.